كيسو بالفعل اتحرك من لحظات على اسكندرية عشان يدخل في معسكر بقى لغاية ماتش بكرة ان شاء الله اللي هيتلعب على استاد الماكس. انا بيتهيالي انه ويمكن برضو احنا ملاحظين ان مستر فايلا في الماتشين الاخرانيين يا سارة ابتدى بيلعب بادجي ومروان مع بعض. وانا شايفها الموضوع ده اتفقتوا يوم عن يوم يا احمد، وحاسه انه بيأثر عليهم هم الاثنين كمان بشكل ايجابي. طب سؤال ليكي بقى والجمهور الاهلي. لا سؤال لا، هل تعتقد ان دي الطريقه اللي بيفكر مستر فايلر ان هو يلعب بيها ماتش الوداد في افريقيا، ولا دي الطريقه اللي بتناسب التشكيله او المجموعه اللي جاهزه معاه في الوقت الحالي فبيحاول يلعب يعني بالطريقه الامثل طبقا للامكانيات المتاحه او الاوراق المتاحه؟ هو زي ما انت بتقول هو طبقا للامكانيات المتاحه هو بيلعب كده، بس لو الموضوع ثبت كفاءته بشكل كبير ليه مش هيلعب بيه في افريقيا؟ يعني ممكن يكون مش دي خطته في افريقيا، بس لو ثبت كفاءته انا بقول لك انا شايفه ان يوم عن يوم هو بيثبت وجهه نظره انه بيلعب بمروان وبادجي، بقول لك بحس انه بيأثر عليهم هما الاثنين على ادائهم هما الاثنين كافراد بالايجاب. يعني اتمنى، وان كان ده بيطرح علامات استفهام كتيره جدا لو بنتكلم كوره، هل هنلعب مع الوداد على ارضه في المغرب باثنين فراوده؟ هل مستر فايلر باني خطته على انه يهاجم الوداد في ملعبه؟ ده بيطرح اسئله كتيره جدا. برضو الحقيقه الراجل لازم نبقى مقدرين تماما انه طبيعي جدا اي مدرب بيحاول يلعب بالطريقه او الفكر اللي تناسب الورق المتاح ليه. يعني اذا كان انا عندي قصور في الاجنحه فممكن اضطر ان انا العب باثنين روس حربه زي مروان وبادجي، لو الاجنحه موجوده هل ممكن ده يعدل من طريقه اللعب؟ طب لو الفرقه خدت في اخر 3 4 ماتشات كوره او طريقه لعب او اسلوب لعب مختلف عن الاسلوب اللي انا هلعب بيه في المغرب، ازاي ممكن اكون عندي مساحه ان انا اعودهم على طريقه اللعب او اجرب طريقه اللعب؟ كل دي اسئله وعلامات استفهام طبعا هتبان بدايه طبعا في الماتشات اللي جايه في الدوري، يعني ماتش الحرس وراه ماتش الاسماعيلي، والاثنين ماتشات اعتقد المنافس فيها هيدي مساحه للعيبه ومساحه للجهاز الفني انه يعمل تقييم حقيقي للطريقه الامثل او الانسب لمواجهه الوداد. طيب انا هقول لك قائمه الاهلي تاني لماتش بكره وانت هتقولي التشكيل.